الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إنا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفنيات إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من عمل رشدا فضربنا على ذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين الصالما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم الحق إنهم فنية ما من برب وزدناهم هدى وربدنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وإذ تسألوا ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشر لكم ربكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تغرب ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آياتنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسد ذراعيه بالوسد لو اطلعت عنا وليت منهم فرارا ولمرد منهم رؤبا وكذلك مسناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوارككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف منهم وليطهر ولا يشيرن بكم أحدا إنهم يذهبوا عليكم يرجموكم ويعيدهم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ربهم جنبهم ويقولون خمسة سادس جنبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم جنبهم قل ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستمد فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر إنا أعتدنا للظالمين نارا حاذا بمسردها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء
كالمهل يشفي الوجوه مس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما نزلنا من السماء فاختلط نبات الأرض واضرب لهم مثل رجلين جنة لأحدهما جنتين من عذاب وحففناهما بنحل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين عدد كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يعابره أنا أحسن منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولم تكن لهم فئات ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثواب وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمانا ويوم نسير الأرض بارزا وحشنا فلم نغادر منهما أحدا وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشركين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فوسق عن عمل ربي أفتتخذون ودنيا وأولياء من دوني وهم لكم عدو مثل الظالمين بدنا ما أشهد خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي وما كنت متخذا مضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين سألوا فدعوا فاستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واكئوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وإذ قلنا لك انفسوا وإذ صرفنا إليك نفر من الجسم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس منه إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين
ويجادل الذين كفروا بالباطل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذك السهو لا جل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد نكينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى صورة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر صرفا في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرددت على ثانيما قصصا فوجد عبدا من عبادنا دينا ورحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال له موسى أن تملك على أن تعلمني مما علمت أو رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أمسي لك أمرا قال فإني تبدني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتخرق عنها لقد جئت شيئا إبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لكيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم الفاتحة